هذا اليوم يوم تاريخي في تاريخ شركة نيطافيم المغرب ونيطافيم العالمية كرائد في مجال الري التنقيط، لأنه هذا اليوم غادي نشهدوا تدشين أول مصنع في شمال إفريقيا وفي المغرب لترويج المنتوجات ديال الري بالتنقيط. هذا المصنع كيجي كتتويج ديال المسار سنوات طويلة في شركة نيطافيم في المغرب، وكيجي كذلك لأجل مواكبة استراتيجية الجيل الأخضر في دعم الفلاح الصغير والمتوسط من أجل أن يكتسب منتوجات ذات جودة عالية في أرية التنقيط. كل هذا باش كنواجهوا الصعوبات اللي كتواجه السوق المغربية، وكذلك الظروف الطبيعية الصعبة من ندرة المياه ومحاربة التصحر وعقلنة الري. المجموعة الدولية هي مجموعة تنتمي لشركة أوربيا، الشركة العالمية المكسيكية اللي كتروج مجموعة ديال المنتوجات في مجال ديال الماء بصفة عامة، وشركة نيطافيم في مجال الري بالتنقيط. هذا اليوم غادي يكون يوم اللي غادي يجتمع فيه حوالي أكثر من 250 فاعل وفلاح ومزارع وشركاء وتجار معتمدين في مجال ديال الري. كذلك غادي يكون معنا مجموعة من الشركاء ديالنا في البحث الزراعي وتطوير الرقمنة في مجال الري بالتنقيط. غادي يكونوا معنا الشركاء ديالنا كذلك في مجال الفلاحي من وزارة الفلاحة ومكاتب جهوية وغرف فلاحية ومؤسسات عمومية. شركات شركة نيطافيم هي شركة أولا ماشي شركة لترويج الحلول فقط، وهي شركة اللي عندها واحد القسم ديال التطوير والابتكار. إذا هذا القسم ديال التطوير والابتكار رأينا أنه تكون عندنا واحد القنطرة التواصل بين المغرب وكذلك هذا القسم في الصعيد العالمي، باش نحاولوا أننا نجلبوا آخر ما استجد في مجال تطوير الري التنقيط. وغادي إن شاء الله غادي يكون عندنا الشرف أننا نسيني وأننا نوقعوا شراكة مع المعهد الوطني للبحث الزراعي في مجال الري، وكذلك مع معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة في مجال الري، لمواكبة كذلك الطلبة والباحثين والدكاترة في كل ما استجد في عالم الري بالتنقيط. وحنا فرحانين اليوم نحلوا المعمل الأول ديالنا في المغرب. المغربية بلد عزيز علينا بزاف، وهذا المعمل الأول الإسرائيلي والأول اللي كان هنا عندنا في المغرب، وجايين باش نعاونوا الناس في الخدمة وباش نعاونوا الفلاحة نقتصدوا في الماء ونجيبوا تكنولوجيا أحسن تكنولوجيا اللي كاينة في العالم هنا يا المغرب. احنا باغيين نبقاو نكملوا في هذا الشيء ونديروا اينوتر فوزين هنايا في المغرب اللي تعاون المغاربه وتعاون الفلاحه وتعاون كل شيء في العون الفلاحه في هذه الازمه اللي كاينه ديال الجفاف. في التكنولوجيا اللي عندنا بزاف تكنولوجيا اللي زوينه بزاف وتقدر تعاون المغرب بزاف باش كبروا الفلاحه الماكله وداك الشيء مزيان. غادي نشغلوا ان شاء الله 200 الناس جداد هنايا في نيطافيم في قنيطره، ومع الوقت نزيدوا انوتر مابل هنايا ديال لوزين ونكبروا ونقدروا ناخذوا اكثر ديال الناس اللي خدموا. الشركه هي سبيسال ديالها هي الاقتصاد في الماء، كتقدر دير بزاف الحوايج بالفلاحه وماشي ما كتاخذش بزاف الماء.